السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التكنولوجيا دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيها طبعا الدكاترة الفاضل والمبتدئين بيتكلموا عن المانجمنت. ازاي احنا نربط الإطار بتاع المانجمنت بالشغل في الكونستراكشن أو الكونسلتنت أوفيس في الديزاين. طب في الأول احنا هنتكلم وهي الموضة دلوقتي الحقيقة. البيم يعني ايه بيم ويقصد بيها ايه؟ طبعا البيم هي stand for building information modeling. يعني انا بتكلم عن 3 items: building وinformation ومودلنج. طيب what is بيم؟ الناس بتتكلم عن البيم يعني احنا في شويه اسئله عايزين نسالها، هي ايه او ايه هو ايه البيم بالظبط دلوقتي؟ مين هيستخدم البيم ويستخدمه ازاي وهو بيستخدم فيه؟ طيب في ناس بتصنف الكلام ده على ان البيم ده عباره عن سوفت وير، ده جزء من البيم. والسوفت وير بس سؤال يا جماعه، مين ليه علاقه بالمكاتب الاستشاريه او اشتغل في الكونستراكشن او في الديزاين؟ جميل قوي. طيب السوفت وير بتاع الديزاين هنتكلم عنه شويه كده وندي فكره عن السوفت ويرز. السوفت وير اللي موجود فيه حاجه اسمها هوريزونتال سوفت وير وفي فيرتيكال سوفت وير. الهوريزونتال سوفت وير زي برنامج الاوتوكاد، واكيد ناس كتير سمعت عن برنامج الاوتوكاد. برنامج الاوتوكاد ما هو الا درافتنج تولز بنستخدمها زي بالظبط، انا بعتبرها زي الراجل اللي كان زمان بيقف على لوحه وبيرسم بايديه بالادوات بتاعته، هو الاوتوكاد تقريبا كده بس الكترونيك تولز. طيب جميل قوي. ده ليه هوريزونتال؟ لانه بيغطي مجالات كتير جدا في الديزاين او في الدرافتنج، في مجالات اللي بتتكلم في العماره، تصميم عماره، بتتكلم في الانشاء، بتتكلم في الالكتروميكانيكا، بتتكلم في الاويل اند جاز، بتتكلم في كل مجالات رسم، هي ادوات رسم. طب ايه هي الفيرتيكال بروجرام؟ الفيرتيكال بروجرام اللي هو برنامج جاي بيؤدي وظيفه تخدم مجال معين. تخدم مجال معين زي مثلا الاركتكت او الاركتكتشر. الناس دول ليهم برامج معينه بتخدمهم في مجالهم زي برنامج الريفت او برنامج الاركيكاد. دي البرامج اللي بتشتغل على البيم. طيب يبقى اذا البيم ما هو الا ايه؟ سوفت وير. طيب برضو ناس بتقول ان البيم ده عباره عن موديل. انت راجل بتعمل الموديل بتاعك في الايرلي ستيج اوف ديزاين، اول ما بتفكر بتعمل الديزاين بتاعك. الديزاين بتاعك ما هو الا ايه؟ عباره عن موديل. طيب الاوتوكاد ما فيهوش موديل، او ممكن يعمل شكل المبنى اللي قدامك ده سليم، بس ما ينفعش يكون البيم. ليه؟ لان 3 دي هو ادالك الشكل بتاع 3 دي. خلاص انت بنيت المجسم، حطيت الابواب، حطيت الشبابيك، حطيت الفينشنج، ولكن المبنى ده مش انتليجنت، مش ذكي. طيب في ناس تقول ان البيم ما هو الا بروسيس. بروسيس يعني ايه؟ يعني الاركتيك بيبدا يعمل الموديل ويديه لبقيه الناس. بقيه الناس انا عندي كلاينت قبليها الانجينيرز اللي هم المفروض الكتروميكانيكال او الاستراكشر، لان الليدر في الامر ده هو المعماري، او نديها للكونتراكتور او الكونستراكتور. طيب دي حاجه. برضو كذلك تقول الناس تقول دي البيم دي عباره عن ايه؟ عباره عن الجداول الانتليجنت اللي هي انا اقدر اعمل حصر للمشروع واعرف كميات اللي هجيبها واعرف الشركات اللي بتصنع الالكتروميكانيكال كيتي او ايتمز او حتى ايدي في الاركتكشر او الكونستراكشر اقدر اشتريها باسعارها، والكلام ده ممكن اعدل فيه في الديزاين ويبقى اوتوماتيك في الجداول. برضه ده جزء. طيب لو جينا جمعنا كل ده، السوفت وير مع الجداول مع الموديلنج
هنلاقي ان البيم از اول اوف ذا بار، كل اللي فوق ده الماتش مور. هو كل ده؟ لا، واكتر من كده كمان. طيب خلينا نفكر شويه ونقول ان انا عندي دلوقتي ده موديل. الموديل ده عباره عن 3D ديجيتال. انا معتمد على ايه؟ في حاجه اسمها فيرتشوال رياليتي. انا الفيرتشوال رياليتي دي عايز ابني المشروع او ابني المبنى اللي انا هشتغل فيه، ابنيه قبل ما يبدا المقاول او الكلاينت يعين المقاول اللي هيبدا ينفذ المشروع. ليه؟ عشان امبلمنتيشن للبروجكت مانجمنت بقى. اوكي؟ طيب الناس بتقول ان ده كل مبنى بيبدا بايه؟ بجيومتري كشكل، عملت له ديزاين وشفت الشكل بتاع المبنى، وبالاضافه ده جزء الايه؟ 3 دي فيجواليزيشن، ان انا بحط بيكتشر او معماري اللي هو بالبلدي يعني، بدهن المبنى، بحط الكلادنج، شكل المبنى هيبقى عامل ازاي قبل ما يتنفذ. ده برضو جزء من ايه؟ من ال 3 دي موديلنج. طيب يبقى انا بتكلم في الحاله دي بقى عن ايه؟ عن الفيرتشوال رياليتي. انا عندي الديجيتال موديل زي ما احنا شايفين، الديجيتال موديل دوت موجود ومبني على الكمبيوتر قبل ما المبنى ايه؟ يتنفذ. يبقى انا بحاكي التنفيذ اللي هيحصل والمبنى بعد ما هيتنفذ شكله هيبقى عامل ازاي؟ معلش انا هخليني بتكلم بسرعه لان يعني في حاجات كتير عايز اتكلم فيها. طيب دلوقتي الديجيتال موديل ده هو فكره ان المبنى لما اعمل او استخدمه في الفيرتشوال رياليتي ليه انا بعمل ده؟ وقصه البيم يا جماعه، احنا اتكلمنا دلوقتي ووضحنا ان البيم عباره عن 3 دي موديل. طب فين الانفورميشن؟ احنا قلنا البيم هو بيم. طب فين الانفورميشن هنا؟ لو جينا بمنتهى البساطه اتكلمنا عن ال دلوقتي اللي احنا شايفينه ده الفريم بتاع المبنى، عندي الشبابيك، الابواب، السلالم، كل ده. طيب انا قبل ما انفذ الكلام ده، هي مش الشبابيك دي ليها انواع معينه وليها تكلفه معينه؟ الخرسانه اللي هتنفذها باحجام معينه وليها تكلفه، حديد التسليح اللي هتستخدمه، الابواب اللي ممكن تركبها، ايه هو الفاير ريتنج بتاعها؟ تكلفتها ايه؟ يبقى انا بقدر قبل ما المبنى يتنفذ اقدر اعمل محاكاه ديجيتالي قبل ما المبنى يتنفذ. طيب السيميوليشن بقى ان برضو انا عملت المبنى ده. طيب السيميوليشن زي ما احنا شايفين كده رسم كاريكاتير، موريني الشمس ودرجه الحراره. ده معناه ايه؟ معناه ان فايده السيميوليشن دي او الفيرتشوال رياليتي اللي بنستخدمها في بنستخدم البيم از بروسيس فيها تكنولوجي، ان احنا ممكن البرامج بتاعه زي برنامج الريفت بنعمل لينك سوفت ويرز معينه انها تحسب لي درجه الحراره في مكان ما من افريقيا الصعيد. طيب انا حسابات التكييف اللي هستخدمها لو جه ديزاينر عمل الموديل بتاعه ووجهه بشكل ما من غير ما يعرف الحسابات او الحراره بتاعت المبنى ده ازاي افويد الهيت اللي ممكن تبقى موجوده، في برامج زي الايكوتك بتقدر تعمل لي سيميوليشن، والسيميوليشن دون في فايل بنعمله داونلود، الفايل ده بيحدد لي كل مكان على الارض، بيقيس لي بيشوف لي زوايا الشمس تتحرك، درجات الحراره طول السنه، وبالتالي بيدي القرار للديزاينر ان هو يوجه المبنى ويغير في شكل الديزاين نفسه علشان يقلل الطاقه اللي ممكن تصدر او تستخدم في تبريد المبنى. يبقى انا بعمل سيموليشن في البدايه قبل ما المبنى يتنفذ، وبالتالي لو قلنا الكلام ده يبقى احنا كده بنوفر
في الأجهزة اللي ممكن نشتريها عشان تبريد المبنى وحاجات زي كده. طيب هذا 3D فيجواليزيشن، هو الراجل بيعمل ديزاين وبيبدا يشوف شكل المبنى، عجبه كويس بياخد القرار. طيب الشكل ده كويس؟ لا. طب شكله كده كويس؟ بيديني alternatives في بدايات الديزاين لحد ما اوصل للشكل الملائم او المناسب اللي الكلاينت عايزه. يبقى في اتاحه ان انا اعمل ديزاين بالشكل اللي انا عايزه ووصلت ليه وعارف ان هو ده اللي هيتنفذ في المبنى او في الواقع. طيب هنا بقى التشينج مانجمنت. التشينج مانجمنت في البيم حاجه ممتازه جدا لان بتوفر لي وقت في الديزاين. بمعنى ايه؟ الناس اللي اشتغلت في مجال الديزاين البرامج اللي بتخدم، وبقول البرامج اللي بتخدم البيم، هي برامج معتمده او مبنيه على حاجه اسمها بارامتريك تشينج انجن. اللي هو ايه؟ انا عندي دلوقتي ده باب موجود في حته معينه. الباب ده لو انا عدلت مكانه، انا عندي اوريدي في الموديل اللي انا بشتغل فيه موديل وعندي بلان وعندي سيكشن. لو انا غيرت مكان الباب ده اتغير معايا في البلان واتغير معايا في السكشن. جيت كبرت عمود، عندي عمود السكشن بتاعه نتيجه الحسابات انه هغير في القطاع بتاعه. يبقى انا هغير في العمود ده في القطاع بتاعه في البلان، هغير لي في كل البلانز او المودلز الموجوده. يعني هغير لي في السكشن، هغير لي في البلان، هغير لي في الموديل، هغير لي في الجداول. او يعني برضو ده الباب اتغير اتنقل في مكان تاني وكذلك. ده معتمد على البارامتر تشينج. الكلام ده مش موجود في ولا في برامج الاركي الاركتكتشر ديسكتوب. هو الاركتكتشر ديسكتوب برنامج كان مرحله ثانيه من بعد الاوتوكاد، وده سن بيم ولكن مش بيم، لانه مش معتمد على البارامتر تشينج انجن اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو بيغير تشينج anywhere change everywhere. طيب انا عملت الموديل، في حاجه مهمه قوي الكوردينيشن ما بين الاقسام. طبعا المعماري بيشتغل، عمل المبنى، الانشائي دخل معانا عمل الفريم اللي هيشيل المبنى او يشيل المعماري. طب الالكتروميكانيكا بتكلم في كهرباء وبتكلم في تكييف وبتكلم في صرف وبتكلم في كل ده. لما نيجي نتكلم في مباني صغيره ممكن الكوردينيشن فيها سهل، لكن لما اتكلم في برج خليفه مثلا السكاي سكريبر هنعمل فيها كوردينيشن ازاي؟ الهيوج اماونت اوف الكترو ميكانيكال فيتنجز اللي بتترك هنعمل كوردينيشن ازاي بينها وبين بينهم وبعضها؟ وخلي بالك لما بيحصل كونفليكت وبيظهر في السايت تكلفه اصلاحه يعني اضعاف اضعاف ان انت تلحق وتعدل في الديزاين. يعني انت بتسلم المشروع للكلاينت او للاستشاري بتاع الاونر بيراجع معاك الكلام ده وبرضه بتعدى عليه هيومن ميستيكس. المشاريع كبيره جدا لما يكون عندك الاف الدوكيومنتس المفروض ان انت بتراجعها وبترتب ده على ده على ده عشان تشوف تعمل كوردينيشن كويس. ففي النهايه الراجل بيسالك كوردينيتد؟ اه كوردينيتد. متأكد؟ أو الخدمة شايفة كوردينيتد. تيجي في النهاية في السايت بتلبس، سوري أنا آسف. بس في النهاية لما بتيجي تنفذ وتلاقي مثلا الباك وهو بيركب في كاميرا مش معمول فتحة عند الباك يا عم هتهد الديزاينر مش موجود. يبقى لازم الراجل بتاع التنفيذ برضه، ودي حاجة مهمة، إن اللي بينفذ يقول لك مثلا انا مالي بتصرف يعني انا يهمني اخد خدمه في الـ. لا، لما تكون بتنفذ وفاهم ديزاين بتعرف تحل مشاكلك في الموقع. طيب الداتا مانجمنت دي حاجه مهمه قوي. دلوقتي المبنى في حاجه مهمه عايزين نتكلم فيها. خلاص انت عملت الموديل
الموديل ده ويبقى فيه الداتا بتاعتك بتطلع منها الحسابات. طب جميل قوي. ايه الداتا اللي ممكن استفيد من المبنى ده او من الموديل ده استفيد بيها او تفيدني بعد كده في الكونستراكشن؟ لو جينا قلنا ان في حاجه اسمها الفورس دي والفيكس دي والسيكس دي. ايه بقى الفور دي؟ كلنا عارفين في حاجه يعني الدنيا كلها مبنيه على 3 دايمنشن. بس في الفورس دي في البام انا بتكلم عن البروجكت مانجمنت، عن سكيدول، عن تايم. الموديل اللي بيطلع من الريفت في برنامج اسمه نيفيز وورك. نيفيز وورك ده بياخد الموديل ويقدر يقبل اي اكستنشن في الدنيا، ياخد من 3 دي ماكس، ياخد من الاوتوكاد، ياخد من سكتش اب، ياخد من كل البرامج بتستخدم في الديزاين، ياخد من الريفت. والنيفيز وورك دوت بنمبورت الموديل فيه ونربط النيفيز وورك بايه؟ ببرامج البروجكت مانجمنت زي البريمافيرا مثلا. وبيبقى فيه لينك لما اقول ان انا عايز في 2015 في شهر مارس انا عايز اعرف انا وصلت فين؟ السايت وصل لغايه فين؟ الكلام ده بيفيد البروجكت مانجر فين؟ في السايت. ويشوف الكلام ده فعلا بيتنفذ اكوردنج للسكيدول بتاعه ولا لا. بتقدر تقول للاونر وانت بتعرض المشروع بتقول له احنا في نهايه 2015 هنكون خلصنا. طب هو لو المشروع ده فيزل يعني قريه سياحيه مثلا، هو راجل عايز يعمل فندق وجنبيه شويه شاليهات ولسه عندي مجموعه مباني كتير، بس انا عايز ده انفذه على فتره معينه عشان اشغله ومن الانكم اللي هيجي هبدا انفذ ده شغل فيزل. بيفيد قوي الكلام ده. الفيكس دي الكوست التكلفه. لما اجي اقول انا اشتريت نوعيات معينه من الالكتروميكانيكال فيتنجز مثلا بتكلفات بتكلفه معينه من مانوفاكتشر معين اداني الكلام ده. انا باخد المواصفات دي كلها وبحطها جوه المشروع اشوف الكلام ده ممكن يفيد في ايه؟ الكلام ده ممكن يفيد في حاجه مهمه جدا اسمها الفاسيلتي مانجمنت. الفاسيلتي مانجمنت اللي هي اللايف سايكل بتاعه الاوبريشن بتاع المبنى. انت المبنى خلاص انشاته، ما هو في تشغيل، في تكلفه تشغيل، في تكلفه صيانات. الكلام ده بتعرفه ازاي؟ لما بتقدر تحدد وتقلل من التكلفه دي مع خبرات الشركات اللي بتدير الفاسيلتي مانجمنت دي، اقدر انا اضيف الداتا دي في الايرلي ستيج اوف ديزاين وانا بعمل الديزاين اللي يستخدمها مين؟ الفاسيلتي مانجر او الشركات اللي بتقدم الفاسيلتي مانجمنت. يبقى البيم الفريم ورك بتاعه هم هو اللي ايه؟ سوفت وير انفورميشن وعندي موديل بضيف عليه داتا تقدر تفيدني وتقلل من تكلفه المشروع. ده اللي بنتكلم فيه دلوقتي. المبنى بعد دي تكلفه المبنى ودي الاوبريشن كوست. لو انا في بدايه التصميم اخترت مانفاكتشر معين باجهزه معينه بتقلل في مصاريف الصيانه، ده بيوفر لي سنويا تكلفه كبيره جدا في المينتنس او في الاوبريشن بتاع المبنى. لما اخد قراري من البدايه مبني على معلومه ومبني على كوردينيشن بيني وبين الفاسيلتي مانجر، يبقى في الحاله دي انا بوفر للاونر تكلفه اداره الايه؟ المبنى. طيب احنا كده ادينا فكره عن البيم. طيب الكاد والبيم ستاندرد ادمانجمنت هنتكلم فيه في سلايدز كتير قوي، بس هتكلم بسرعه يعني ايه كاد مانجر، يعني ايه بيم مانجر. انت دلوقتي عندك مكتب كمكتب استشاري يا اما في بدايته يا اما مكتب مالتي ناشونال، وفي مكاتب كتير مالتي ناشونال زي دار الهندسه وفايز وغيره وغيره، مكاتب كبيره قوي عندها فروع كتير، فرع في الفلبين، فرع في مصر، فرع في السعوديه، فرع في السعوديه. الكاب مانجر او البيم مانجر وظيفته ان يعمل كوردينيشن ومانجمنت لاداره الديزاين.
إدارة التصميم والوركينج دوكيمنت البرودكشن لغاية لما بيطلع عندي موديل أو بيطلع عندي فاينل برودكت بديه لمين؟ بديه للأونر اللي هو بيديه لنقاول طبعا من الشوب دراون أو إيفن حتى بنعمل الشوب دراون ونسلمه للمقاول عشان ينفذه. الراجل ده وظيفته إيه؟ بيدخل على المكان بيأسس له هو شغال بيشوف الكرنت سيتويشن بتاعه وبيعمل اوفرول اسسمنت. المكتب ده مؤهل ان هو يكون مكتب كبير ولا محتاج انه نغير في الانفراستراكشر بتاعت النتوركينج بتاعته، محتاج يشتري اجهزه، محتاج الموظفين تتدرب بشكل كويس، تتعرف على الاي كاتنج ايدج تكنولوجي بتاعت البيم. كل ده بنعمل له اسسمنت وبنحط استراتيجي للديفلوبمنت ازاي نعمل اوفرول او فريم ورك او بلان ننفذ بيها الكلام ده، وبعدين بننفذ البلان دي وبنشوف وصلنا للي احنا عايزينه ولا لا، وبنبدا نرجع تاني نميجر ادجست ونخش فلوس لحد ما نوصل للاوبتيمال في المجال ده. كذلك البادجيتنج والبلان، وطبعا بلاننج في الاول لازم اعرف المكان ده هل هيقدر يصرف على اللي احنا هنقوله ولا لا، كسوفت وير بادجيتنج، كهارد وير بادجيتنج، انفراستراكشر نتوركينج بادجيتنج. يعني بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن يبقى عندي ديزاينر في القاهره والالكتروميكانيكال في الفلبين والاستراكشر في السعوديه، الاستراكشر ديزاين. طب الناس كلها هيبقى كولابوريتد مع بعض ازاي؟ يشتغلوا ازاي؟ ازاي يفتحوا موديل واحد ويشتغلوا فيه؟ موديل ريفت. ازاي نفتح فايل واحد كل الناس دي جلوبالي يقدروا يشتغلوا فيه؟ البروجكت مانجر اداره المشروعات موجوده في مكان ما برضه، هو عايز يشوف البروجريشن بتاع المشروع، هو دلوقتي المشروع ده وصل لغايه فين؟ الناس اللي شغاله بتعمل ايه؟ يقدر يفتح الموديل نفسه ويشوفه من مكان ما، هل هو قادر على انه يعمل الكلام ده؟ احنا بنقدر نحقق له الكلام ده لو هو عايز ينفذه. طيب يعني بكده احنا برضو نقول ان احنا وضحنا حاجات كتير قوي في قصه البيم والبيم مانجمنت. في حاجه مهمه جدا لازم نعرفها برضو ان الديفلوبمنت البروجرامينج، ميزه السوفت وير بتاع اوتو ديسك انه ادالك فتح لك اطار كده او شباك تخش منه. تخش منه يعني انا اقدر اعمل بروجرامينج من خلال البروجرامينج لانجوج سي شارب بي بي دوت نت وات ايفر البروجرامينج لانجوج. ايه دلوقتي بنستخدم الجافا سكريبت عشان نقدر نكونكت على الاوتوكاد او نكونكت على ريفت نخليه يعمل حاجات هو ما بيعملهاش عشان نوفر وقت الديزاين او البرودكشن. فكل ده برضه بنقدر نقدمه لو الكلاينت او المكتب يقدر البادج بتاعه يسمع بده. انا كده ان شاء الله خلصت. لو في حد عنده اي سؤال. بص هو بيقفل كده على طول وعشان يسيب بس وكده بيصور. Strategy execution.